السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو غيكون خاص بالناس اللي حتى هما دايرين قنوات في يوتيوب وبغاو يعرفوا الخطوة اللي كتجي من بعد ما كنحققوا شروط ديال اليوتيوب اللي هي 4000 ساعة و1000 مشترك. سبق ليا وشاركت معكم في واحد الفيديو طريقة ديال كيفاش نجمعوا 4000 ساعة و1000 مشترك. هذه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني فيديو خاص للناس اللي عاد غادي يبداو القنوات ديالهم. غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف باش تعرفوا كيفاش غادي تحققوا دوك الشروط بواحد الطريقه اللي سريعه. صراحه في الاول حتى انا كانت القناه ديالي كنحط فيديوهات وكنبقى نتسنى نجمع هذيك 4000 ساعه، ما كنتش خدامه عليها في الاول حتى من بعد. يعني نقدر نقول لكم حتى فتره الحمل اللي دخلتوا وشفتوا الفيديوهات ديالي غتلقاوني خدامه على القناه في فتره ديال الحمل، يعني مني عطيتها الحق ديالها القناه فكملت الشروط وحققتهم والحمد لله تفعلت. ودابا غادي ندوز بالنسبه للناس اللي حتى هما حققوا الشروط ديال القناه 4000 ساعه و1000 مشترك، دازوا للخطوه الاخرى اللي ما كنتش حتى انا عارفاها. كيسحب لي اننا مني غادي يعني مني غادي تفعل لينا القناه كيسحب لي راه اوتوماتيكمون غادي نبداو نتخلصوا عليها، ولكن واحد الخطوه مهمه ما عرفتش، يعني انا بعدا ما كانتش في راسي عمرني ما سمعتها في يوتيوب، يعني في فيديو ما عمرني ما صادفتها، اننا خصنا نوصلوا ل 10 دولار. يعني ولات هذه الخطوه مهمه باش نجمعوا 10 دولار عاد كنتوصلوا بهذا الكود ديال ادسنس باش كنقدروا نثبتوا الحساب ديالنا. دونك الاخوان من بعد ما كتحققوا الشروط خصكم تخدموا على القناه ديالكم، يعني حاولوا تحطوا فيديوهات يوميا يوميا، حطوا فيديوهات سواء طويله سواء قصيره، خدموا مزيان مزيان حيت ضروري اول خطوه هي يوصلنا هذا الكود ديال ادسنس باش هكا تولي من بعد تدوز لنا اوتوماتيكمون الخلصه ديال اليوتيوب لا بونك ديالكم. دونك ملي كيوصلكم هذا الكود كتحاولوا تدخلوا، غادي نحاول نشرحوا لكم هذه حتى هي في لا بارتي بوحدها كيفاش ندخلوا الكود ادسنس، ولكن خاصكم بعدا تجمعوا 10 دولار. ملي كتجمعوا 10 دولار وهاد المعلومات كاملين يعني ما كنتش عارفاهم، ما تخافوش الاخوان راه يعني اليوتيوب كيبقى على تواصل معنا، يعني كيصيفط لنا رسائل كيوضح لنا شحال من امور، يعني حنا كنحاولوا نتبعوا غير ديك الخطوات اللي كيوصلونا في الرسائل. يعني حاولوا دائما تراقبوا الرسائل ديالكم اشنو يوتيوب صيفط لكم، يعني ضروري ما تراقبوهم باش تعرفوا الخطوه المقبله. بالنسبه لادسنس كاينين شي ناس ملي كيدخلوا المعلومات على ود اثبات الهويه، بالنسبه لاثبات الهويه انا صراحه ما لقيتش مشكل. كاين اللي كيقول لك لا ضروري خصك ديها عند شي مول المكتبه ولا شي حاجه باش تخرج هذاك يعني البطاقه الوطنيه. انا يعني صورتها غير من الدار درتها في بي دي اف وتقبلت ليا سور بلاس، اثبات الهويه مع صيفطوها ليا مع دخلتها وصلني ميساج تما اثبات الهويه. ومن بعدها كيطلبوا منا اننا نعاودوا ندخلوا لحساب جوجل ادسنس ونحاولوا نقادوا طريقه الدفع. يعني الا ما كنتوا مدخلين ديجا واحد الطريقه ديال الدفع غادي تحاولوا تموديفيو هذيك لا بارتي ديال كيفاش يعني تخلصوا من يوتيوب. ومني كيبعثوا لكم الكود ديال ادسنس مثلا كيصيفطوا لكم واحد الرساله كيقولوا لكم هذاك الكود مني كيصيفطوه لكم راه ضروري كيصيفطوا لكم واحد الميساج كيعطوكم النهار بالضبط اللي صيفطوا فيه هما هذاك الكود، كيصيفطوه لهذاك العنوان. وما تقلقوش راه غادي يوصلكم، كاين اللي كيوصلوا في 3 اسابيع او 4 يعني ماكسيموم شهر كيوصلكم يعني على حسب الدوله ديالكم. ملي كتدخلوا للصفحه ديال لادسنس كيطلع لكم ان دفعاتك معلقه حاليا لانك لم تثبت صحه عنوانك، يعني هنا كتبقاو تسناو حتى كيوصلكم هذا الكود. ومن بعد كنحاولوا ندخلوا لهذاك الميساج باش غادي ندخلوا الكود، وهنا راقبوا مزيان وحاولوا انكم ما تخطئوش حيت عندنا 3 محاولات الى فتوهم كيتلغى كل شيء. دونك غادي تحاولوا تاخذوا الكود ديالكم ما تغلطوش فيه نهائيا. قالوا لنا ادخل رقم التعريف الشخصي بين، هذا هو الرقم اللي توصلنا به اللي صيفطوه لنا المدينه ديالنا. قال لك انك ستجد رقم التعريف الشخصي المكون من 6 ارقام في الرساله التي ارسلناها اليك. هاد الورقه اللي صيفطوا لينا هي اللي فيها دوك 6 ارقام، غادي نحاول ندخلوهم
صافي، وكتعاودوا تدخلوا للدفعات كتشوفوا واش انكم سبق لكم دخلتوا طريقه الدفع. الا ما كنتوش مدخلينها فكتقوموا باضافه حساب مصرفي. فانا هنا حاولت ندخل سياش بنك. كتقوموا بوضع الاسم اللي على الحساب المصرفي، وكتقوموا بوضع كذلك لو غيب اللي كيكون عاطينه لينا لا بنك، حتى هو كتدخلوا وكديروا حفظ. يعني ضروري خاص يكون عندكم واحد الحساب بنكي مباشره. من بعدها كيعطينا اثبات ملكيه الحساب المصرفي، يعني خاصهم ضروري هذاك الحساب اللي دخلتيه خاصهم يتاكدوا منه واش انت الملكيه ديالك، يعني هذاك الحساب ديالك. غادي يصيفطوا لك في الحساب ديالك واحد المبلغ كيكون اقل من 10 دراهم خلال ايام العمل 3 الى 5 المقبله. دونك هنا غادي يحاولوا يصيفطوا لكم واحد المبلغ محدد، خاصكم نتوما تقولوا لهم هذاك المبلغ باش يتاكدوا من اثبات الحساب حساب المصرفي ديالكم. وملي كترجعوا كتبقى داخل لكم هذا تعليق التحقق، يعني كتبقى طالع لكم هذا السهم الاحمر او المثلث الاحمر عفوا، حتى كتوصلوا بها في الحساب ديالكم باش غادي يتحقق. خاصكم تحاولوا انكم تدخلوا اول شيء المعلومات تكون صحيحه، اي لو غيب تدخلوه بشكل صحيح، وحتى ملي توصلوا بهذاك المبلغ هذاك القدر اللي غادي توصلوا به في الكونت ديالكم. الا كانت عندكم ابليكاسيون راه غادي تحاولوا تشوفوها مباشره، ما كانتش عندكم راه كتشوفوها من خلال كتحاولوا تمشيو لا بنك ديالكم وتطلبوا واحد الغولفي ديال لي 3 موا، كتاخذوا هذاك الغولفي ديال الشهر الاخر. غالبا ما كيصيفطوه ما في 3 ايام حتى 5 ايام، غادي تشوفوا اخر حاجه وصلتكم واحد المبلغ، يعني سواء بين 10 اقل من 10 دراهم او اقل من 2 دراهم. المهم في هذا المبلغ غير باش يتاكدوا من الحساب ديالكم، يعني خصكم تكتبوه مضبوط. اولا بالنسبه للسياش راه كتكون عندكم ابليكاسيون، لا كنظن كاع لي بنك يعني ضروري كتكون واحد لابليكاسيون، من لابليكاسيون غادي يطلع لكم هذاك المبلغ بالضبط، سواء كيكون مثلا 2.10 او 1 فاصلة شي حاجه، ضروري هذيك الفاصله هي فاش وقعت، يعني ماشي بالضروره الرقم هو مثلا ديك 2 دراهم ولا 3 دراهم، ولكن ديك الفاصله هي اللي كيبغوا هما يعرفوها. صافي، وكيتبت الحساب ديالكم. يعني كتدخلوا لجوجل ادسنس من المتصفح ديال جوجل، كدوزوا مباشره للصفحه الرئيسيه. من بعدها في الاعلى ديال الشاشه كتلقاو ثلاثه ديال النقاط او ثلاثه ديال الشريطات مكتوب عليها معلومات الدفع. كتنزلوا للاسفل كتلقاو معلومات الدفع والتحقق من العنوان واثبات الهويه. بالنسبه للثاني حنا يعني قمنا به وتحققنا من الهويه وكل شيء، بقات لينا معلومات ديال الدفع اللي هي اللي في هذه الخانه ديال الدفعات، كتدخلوا ليها مباشره. هي باش خاصكم تحاولوا انكم الكونت ديالكم، يعني حاولوا ما تخطئوا في شي حاجه، اهم حاجه في هاد الشيء هو المعلومات ديالكم خاصها تكون صحيحه 100%، حاولوا انكم تدخلوها بدون اخطاء. وكنتمنى من الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم الى فيديو مقبل. الى كنتم مهتمين بهذا النوع من الفيديوهات وكنتم بغيتوا تعرفوا الارباح ديال جوجل وكل شيء، ما تنساوش تخليوها لي في كومونتير وشاركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد.